كما شاهدتم المجلس الإسلامي يحتفل الآن بذكرى بمر 25 سنة على إنشائه. هذه 25 سنة هو يشتغل يخدم، يعني ثلة من العلماء عددهم 14 ولا 15 عالم، منهم من توفي رحمهم الله ومنهم من الآن هم يخدموا. هؤلاء لا يقومون لوحدهم، وإنما يستعينون ببقية العلماء الموجودين عندنا في الجامعات، ونحن نتناول موضوعات مختلفة، نتناول موضوعات اجتماعية، نتناول موضوعات ثقافية، نتناول موضوعات تاريخية، نتناول ويهمنا خاصة المشاكل الاجتماعية مثل مشاكل الشباب، مثل مشكلة المناخ مثلا، مثل مشكلة الحوادث الطرق. هذه كلها نسجل توجيهات ثم نكتبها ثم نوزعها على الناس اللي توجه إليهم، وخاصة المؤسسات العمومية. ونحن نتعاون كذلك مع عندنا مجلس الصلح. مجلس الصلح هذا هنايا يصلح بين العائلات، خاصة في ما يتعلق بال عندنا مشاكل العائلات، عندهم ميراث ياك يجوا هنايا خير ما يروحوا للمحاكم. كان اللي راحوا للمحاكم 15 20 سنة ما تحلش المشاكل تاعهم، لكن لما جاوا المجلس تحلت المشاكل تاعهم. هذا هو النشاط، يعني بصفة عامة نحن نقف إلى جانب المحتاجين، الجانب الثقافي، الجانب الاجتماعي، وفي نفس الوقت نتناول الموضوعات الوطنية الكبرى مثل الهجرة، مثل المناخ، مثل هذه الصيرفة الإسلامية، مثل الاقتصاد، مثل الاستثمار. ونحن نشجع المستثمرين ونقوم يعني نحاول نكون نربطهم بالبنوك باش يستفيدوا الاستثمارات إلى آخره. هذه هي الجانب العام بصفة عامة. شكرا.